ثلاث جمل خاطئة منقولها دايما لولادنا لما يكونوا زعلانين. حاجة نق، وقف نق، هيدي أول وحدة دايما منستعملها. تاني جملة منقلن إياها، فوت على أوضتك ولما تروق منحكي. وتالت جملة، تالت جملة دايما منستعملها، مني قادر اسمع نقك، أنا اللي فيني مكفيني. ليش ما منجي ومنبدل هيدول الثلاث جمل؟ وبدل ما نكون عم نقله للولد وقف نق، فينا نقله نحنا بس نكون زعلانين حتى نحنا الكبار منبكي. وبدل ما نقله للولد فوت على أوضتك ولما تروق منحكي، منقعد نحنا وابننا ومنشوف شو المشكلة ومنجرب نحلها. وتالت وحدة، بدل ما نكون دايما عم ندفش الولد ونبعده عنا، نقعد سوا ومنقله نحنا قادرين نسمعك ونحنا منحبك ونحنا فينا نساعدك بهيدي المشكلة اللي انت عم تمرق فيها، كرمال نربي ولادنا على طريقة صحيحة ونكون علاقتنا معهم دايما حلوة ودايما قريبة لإلهم. تابعونا على مريم تيفي.